للحظات. وهكذا مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وفي هذا النقل المباشر ينطلق أول أشواط صباح هذا اليوم الشوط الأول الرئيسي ولسن اللقاية من مسافة 4 كيلومترات. يا سلام، بسم الله وعلى بركة الله، انطلق مشاهدينا الأعزاء شوط اللقاية الرئيسي وانطلقت هذه الشعارات في هذا اليوم، وينطلق وتنطلق دائما هذه السباقات والمهرجانات بالتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. نتجه مباشرة لنتعرف على المقدمة وعلى صدارة الشوط. دمعة على المركز الأول، دمعة من هجل الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، تليها على المركز الثاني وتتقدم الدوحة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني. المضمر مسفر بن علي السناري الدور دور المركز الثالث، ومن تتقدم نوف من هجل الشحانية مضمر جابر بن سالم بن فاران، بينما المركز الرابع اللي تتقدم سهم على المركز الرابع من هجل الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الخامس، ننتقل إلى المركز الخامس، هقاوي تعود ملكيتها لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، يضمرها حسين بن محمد بن سالم بن سفران. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء في ندائنا الأول في هذا الموسم الجديد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله موسم خير وبركة على الهجن وأهلها، وأن يجعله موسم ناموس لكل المشاركين. العودة إلى مقدمة الشوط وإلى هذا التغيير الذي طرأ وجرى على مقدمة الشوط من قبل الدوحة، انتقلت إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني، يقودها في التضمير مسفر بن علي السناري. هذا الشعار تألق في يوم الحقائق، أثبت الوجود وخطف ما يقارب النقطتين أو أكثر. هذا هو الشعار المميز. المركز الثاني دمعة من هجل الشحانية يضمر دمعة سالم بن فاران. المركز الثالث اللي أراها تتسلل بالعين المجردة وتخطف المركز الثالث نوف، هذه نوف من هجن الشحانية مضمر جابر بن سالم بن فاران أحد الشباب المميزين الشبل. المركز الرابع، يا مرحبا بتقدم سهم من هجن الشحانية مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، كيلو وين انقضت ويتبقى مثلها تماما، أي إعلان منتصف المسافة مشاهدينا الأعزاء. المركز الخامس، المركز الخامس الغرافة هقاوي، هقاوي تعود ملكيتها لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني مضمر حسين بن سفران. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. والعودة إلى مقدمة الشوط، عادت دمعة مرة أخرى إلى مقدمة الشوط، ودمعة والدوحة والدوحة ودمعة في منافسة صعبة على اختطاف المركز الأول في هذا الشوط الأول الرئيسي. أقوى أشواط اللقاية في هذا اليوم البكار، أقوى أشواط اللقاية البكار، كيلو ونصف الكيلو، دمعة على المركز الأول، ولكن الدوحة يا سلام، الله، ثنتين ابتعدنا ابتعاد كلي عن المشاركات في هذا الشوط الأول الرئيسي. دمعة على مقدمة الشوط من هجن الشحانية يضمرها سالم بن فاران أحد العمالقة في التضمير، أحد الكبار في هذا العالم الساحر، أحد الخبراء، كيلو و200 متر عن خط النهاية. المركز الثاني الدوحة، وصلت الدوحة يا راعي دمعة، وصلت يا مضمر دمعة الدوحة على المركز الثاني، تنطلق لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني، خطيرة للغاية، خطيرة وترفع راية التهديد. الكيلو متر الأخير يا مضمرين، الكيلو متر الأخير، الدوحة ودمعة في معركة صباحية شحانية في هذا اليوم. يا سلام،
المركز الثالث ومن تتقدم على الكادر التحتاني نوف 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 من نجد الشحانية جابر بن سالم بن فاران وأيضا تصل على المركز الرابع وتتقدم سهم أيضا من نجد الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس بعيدة كل البعد عن في سيارة التعليق العودة إلى مقدمة الشوط دمعة 600 متر دمعة والدوحة والدوحة ودمعة يا سلام تحركت الدوحة تحركت الدوحة خطفت المركز الأول الدوحة تسللت الدوحة في هذا الشوط الرئيسي أهل الوكير اليوم أهل الوكير اليوم موجودين في هذا الشوط الرئيسي في هذا الشوط الخطير عادت دمعة مرة أخرى عادت دمعة مرة أخرى دمعة 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 والدوحة دمعة والدوحة الشوط الأول الرئيسي إلى أين تتجه السلامات فيه هم له أم لهجن الشحانية أو للدوحة ومالك الدوحة وابناء الوكير عاد الدمع دمعة والدوحة بن فاران والسناري في معركة صباحية اليوم يا سلام دمعة دمعة الدوحة 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 دمعة اللحظات الحاسمة اللحظات الحاسمة يا سلام الدوحة 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 تهانينا والناموس لمالك الدوحة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني الثاني موصول للمضمر مسفر بن علي السناري. المركز الثاني دمعة من نجد الشحانية بقيادة سالم بن فاران. المركز الثالث سهم من نجد الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع المركز الرابع نوف من نجد الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران بينما المركز الخامس وصلت فيه نوادر من نجد الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم لمراكزنا المتقدمة الأولى في هذا الشوط الأول وهذا الشوط الرئيسي. هذه دمعة تختطف المركز الأول هذه الدوحة تختطف الشوط الأول الرئيسي كأول مشاركة لها رسمية في هذا الموسم موسم 2016-2017. إذن الدوحة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني اختطفت المركز الأول بعد معركة صباحية ومنافسة حامية مع دمعة. هذا هو التوقيت الزمني 6:09 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن الثاني التهاني موصولة للمضمر مسفر بن علي السناري. دمعة احتلت المركز الثاني وتوقيتها الزمني 6:09 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز دمعة بالمركز الثاني التهاني موصول للمضمر سالم بن فاران. المركز الثالث سهم وصلت في المركز الثالث من هجن الشحانية قطعت المسافة في 9:19 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني موصول للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.